السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم على قناه كيزين فاميلي. اليوم ان شاء الله غدا نحضروا جميع جوج ديال الانواع ديال الحلوى اللي هما مبتكرين بدون فرن. اول حاجه غدا ناخذ هنا غدا ندهن ورقه ديال البسطيله وغدا نوضعها في الفرن باش تحمر حتى تحمر مزيان، وعاد ان شاء الله غدا نزولها. بسم الله على بركة الله. نبداو في المقادير. هنا الورقة اللي حمرت من قبل شديتها وفرتتها هكذا على هذا الشكل حتى ولات هكذا. انا هنايا عندي باكية، حمرت باكية كاملة ديال اللي فيها 10 ديال الورقات، 10 ديال الورقات ديال البسطيلة. وهنا عندي 200 غرام ديال اللوز اللي حمرته قشرته حمرته والنص طحنته مزيان نيلته هكذا، والنصف الاخر غير هرمشته. هاد الورقه ديال البسطيله تتجي لذيذه بزاف، هاد القرمشه اللي فيها تتجي جد جد لذيذه. وهنا عندي 250 غرام ديال المشمش الجاف اللي المجفف اللي بيتو ليله كامله في كاس ديال الماء زهر، ومن بعد طحنتو صفيتو وطحنتو. صافي كان هو دابا هاد المشمش هو اللي غادي يجمع لينا هاد العجينه، هاد الخليط ديالنا. غيب شويه لان هذاك الورقه كتهدك اليدين مقرمشة. وبالنسبة للعسل كتضيفو على حسب الذوق، واش كي على حسب لا كتعجبكم حلوة بزاف. انا هنا عابرة جوج ديال المعالق كبار عامرين ديال العسل، العسل الحر، وتقدروا تضيفوا اي عسل، اي نكهة ديال العسل اللي كتعجبكم. صافي الحلوى واجده، ما كاينش اسهل من هاد الحلوى، ما نظن ما كاينش. حتى المذاق كيجي رائع، انا متاكده ان شاء الله ملي غتجربوها غتعجبكم. وبالنسبه للمشمش اللي ما تيعجبوش المشمش تقدروا تبدلوه تعوضوه بالزبيب ولا التمر، تقدروا تضيفوا حتى المسكه الحره القرفه. يعني حيت هاد الوصفه بغيتها تكون شويه بلديه ممكن تضيفوا هاد الاضافات كلها. انا غنخليها غير هكذا لان غير القرمشه ديال الورقه ديال البسطيله والمشمش واللوز تجي فريمون لذيذه. فانا شكلت بها كويرات على هاد الشكل، وغادي ندوزهم في قليل من العسل. وهنا عندي رقائق اللوز اللي حمرتهم غير شي شويه ماشي بزاف في الفران. غناخذ وحده ندوزها في العسل. صافي وكنحطها هنا. وكنوضعها في الكيسات. صافي سهله، غنكمل هكذا حتى نكمل الكميه ديال الكويرات اللي عندي كاملين، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نحضروا الشكل الثاني. ودابا نمشيو باش نحضروا الحلوى ديالنا الثانيه. هنا عندي 100 غرام ديال السميده ديال الحرشه، اللي السميده مويل السمون مويل. غادا نحمرها هنا هنا غير كتسخن ليا البقله، وكنبقى نحرك باستمرار باش ما تحرقش، ما خصناش نخليوها تحرق. ملي كتسخن المقله كتبدا تطيب بسرعه كيف ما كتشوفوا معايا، خاصني نكونوا سريعين
حركوا باستمرار باش ما تسال صافي حتى كتولي على هذا الشكل. حتى كتولي مذهبه صافي. دابا غادي نزولها ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. دابا غنبداو في تحضير الحلوه ديالنا. هنا عندي 100 غرام ديال الزبيب اللي رقدتو في المزهر وطحنتو، وهنا عندي 100 غرام ديال الكاوكاو مهرمش، هنا عندي 30 غرام ديال الزبده اللي غادا نضيف ال 100 غرام ديال السميده اللي حمرنا، وغنضيف ليها هاد 30 غرام ديال الزبده باش غادا تذوب مع بقى سخونه السمون. هاد السميده بقى سخونه غادا باش تذوب وسط منها صافي. وغادا نضيف هنا تقريبا معلقه صغيره ديال القرفه، وغادا نضيف العسل. العسل على حسب الذوق، انا غنضيف 3 المعالق. تنخلط مزيان كيتجانس ليا الخليط حتى هاد الحلوه تجي لذيذه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وساهله كتحضر بسرعه. وعاده كنضيف ليها الكاكاو. دابا انا ما بقاش عندي الكاكاو، قدر نعوضه ب الشوكولا اللي دابا راني كندوب فيه. نخلط مزيان هذا الشيء، وغادا ناخذ الشوكولا اللي ذوبت وغادا نبقى نضيف. دابا ضفت 2 المعالق، نشوف على حسب اللون اللي بغيت. معلقه دابا ضفت 3 المعالق ديال الشوكولا الذائبه، صافي ها هو الخليط وجد. ودابا انا اختاريت هاد المول ديال السيليكون، تقدروا تختاروا اي مول بغيتوا. غادا نعمر هاد الحلوه ديالي هاد المول ديال السيليكون كامل، ومن بعد ان شاء الله غادا نوضعها في الثلاجه. علاش؟ لان مع فيها شويه ديال الزبده والعسل والشوكولا كتثبت ليا هاد الحلوه، ومن بعد نعاود نزولها ونعاود نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. بالنسبه لهذه انا دوزتها في الكاوكاو اللي محمر ومهرمش. ولا بالنسبه لهاد الحلوه هذه ماشي ضروري يكون عندنا مول ديال السيليكون، تقدروا توضعوا الخليط في الثلاجه حتى كيتماسك مع كيتماسك الخليط، وكنشكلوا منها غير كويرات ونوضعوا من فيها مثلا ثقب لداخل، ونقدروا نعمروه بالكراميل ولا بالشوكولا، ونمروها في شويه ديال الكاوكاو ولا اللي بغيتو. وبالنسبه لهذه غير كتجي المنظر سامبل، ولكن المذاق راه لذيذ 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 بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وديروا ليها المنظر اللي بغيتو. انا شكلتها غير هكذا سامبل. نتمنى ان شاء الله تكون الحلوه ديالي ولا الاقتراح ديالي نال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم هذه الحلقه ما تنساوش تلايكيوها وتشجعوني بالتعليقات،
وتشتركوا الحلقة مع الأحباب والأصحاب إلى وصفة جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.